الاسبوع، لان الناس بتعتبر ان هم ذهابهم لحاجه زي كده احتفاليه، فده بينعكس على اداء اللاعب. ايوه خلينا نمسك الاستاذ محمد الشافعي يا جماعه، نقطه نقطه بس. ربما واجي لك دكتور محمود عشان بس اسمعه. هاخد من كلام محمد مهدي في الاعلام، هو بيقول انه وجود الفنانين يعطي انطباعا بالاحتفال والاحتفال. يعني كنت لسه بقول في مقدمة الحلقة انه كوفيتش نجمة كرواتيا حذر الناس من الاحتفالات مودريتش، مع انهم صعدوا في الدور ال 16. هو شايف ان وجود الفنانين يعطي جوا وطابعا احتفاليا لازم ينعكس على اللاعبين حتى لو هما مش موجودين في دائرة الاحتفالات، هيؤثر عليهم سلبا. ولا شايف ان في لغه عنصريه في التعامل مع الفنانين؟ انا بس عايز استاذن حضرتك قبل ما نتكلم في موضوع الحلقه، اني اقدم خالص العزاء لجموع الشعب المصري. النهارده رحل واحد من اعظم ابطالنا في الاستنزاف في اكتوبر، اللي هو باقي زكي يوسف، صاحب فكره مدفع الميه اللي فتح 70 ثغره في خط بارليف، اللي خلانا نعبر 80,000 ضابط وجندي في اقل من 12 ساعه. النهارده اللواء مهندس باقي زكي يوسف برحل عن دنيانا، فخالص العزاء الحقيقه لكل المصريين. هذا الرجل العبقري اللي قدم هذه الفكره في مايو 69 يعني، وتم الموافقه عليها استاذ وائل، وكان في مفتاح الانتصار في اكتوبر. وانا الحقيقه بتمنى على اشتغل عليها 300 مره، اكثر من 300 مره كمان، يعني اشتغل على الحاله دي 300 مره. بتمنى على اداره قناه دريم، انا كنت بعمل برنامج هنا اسمه الشموس في سماء الوطن، وكنت عندي حلقه عظيمه مع الله يرحمه برضه رئيس السادات. ارجو انه تعاد هذه الحلقه، يعني اعدك نشوفها ان شاء الله. ان شاء الله طبعا. نرجع بقى لموضوعنا. المشكلة انه في خطأ في المعلوماتية، في خلط في المعلوماتية. هناك نوعان من الفنانين. في شركة الاتصالات كانت عاملة مسابقة لفترة طويلة جدا قبل المونديال. انا مش عايز اخدها في التفاصيل، ما لا ما عايز ادخل، لانه ما هو ده في ناس بتنفي هنا. ما هو الناس، عشان بس حضرتك يبقى المعلومات واضحة، يبقى الحكم هنا على معلومات. في سافر 10 فنانين ضمن 1530 مواطن مصري، دول كانوا بعيدين كل البعد عن اللعيبة، عن فندق اللعيبه، ولم يذهبوا اطلاقا الى فندق اقامه اللاعبين. في مجموعه بقى سوء عكاظ اللي اتعمل داخل الاوتيل اقامه اللاعبين، في مجموعه من الفنانين كانت موجوده ومجموعه من القدامى اللاعبين، هذا يتحمل هذا الوزن اتحاد كره القدم المصري. اتحاد الكره يجب ان يحاسب حسابا عسيرا، يجب ان يحاسب. لكن هو محلول بقوه القانون. اسمح لي يا دكتور، بس لكن الفنان يا استاذ وائل، فنان مواطن مصري، عندما انا اتحدى اي حد حتى فينا واحنا قاعدين في الاستوديو السبعه اللي احنا قاعدين دلوقتي، اذا جاءتنا دعوه اخذت بال حضرتك انه انا ارفض الدعوه. لكن الفنانين اللي اقاموا في فندق اللاعبين دول، لابد بقى حد لجنه التحقيق اللي حضرتك اشرت اليها، لابد وان تؤكد لنا هل هؤلاء الفنانين قد ذهبوا على حساب اتحاد الكره ام ذهبوا على حسابهم الشخصي. لو ذهبوا على حسابهم الشخصي، يبقى هنا خطيئه اتحاد الكره انه لم يستطع عزل الفريق عن هذا المحيط. ده الفريق كان واخدين اسرهم كمان، وهذا حضرتك اشرت الى جنرال الجوهري لما خد اللعيبه في سنه 90، وقدرنا نتعادل مع هولندا، نتعادل مع ايرلندا، ونخسر بجون من انجلترا، وعملنا بطوله جيده. لكن الحقيقه رغم ان مجموعه اللاعبين الموجودين الان افضل من مجموعه اللاعبين بتوع 90، زي ما قال حضرتك وربيع ياسين قال لحضرتك نفس الكلام، الا انه اتحاد الكره يدير المساله بشكل سيء جدا، لكن يجب الا نحمل. خلينا ناخد بس القضيه بشكل عام. هل شايف، لانه الحقيقه في احساس عند الفنانين بانه هذه القضيه تستغل الان في ضخ وبخ تعبيرات مهينه لهم، يعني شوف حضرتك، شوف اللي هو الفنانين دول اصلهم بتوع التسليه، الفنانين دول اللي بيعملوا الهاء للناس، الفنانين دول شراره ثوره 30 يونيو، ولولا الفنانين قاموا بهذه الثوره كانوا الناس خانقنا لغايه دلوقتي. أنا الفنان بيضحي بكل وقت. استاذ محمود، انا مع محمود ومع كل الشعب، انه هذا الشراره الاولى. الفنان المصري له تاريخ شديد الوطنيه، الفنان المصري كان دائما في المقدمه، الفن المصري كان دائما هو حائط صد الاول امام كل الاعداء. حضرتك هات تاريخ، هات سيد درويش، هات ما قبل سيد درويش، خدت بالك حضرتك؟ لا، هات من اول الفنان المصري لما قابل احمس، لما هزم الهكسوس، وقابله باغنيه بتقول هذا الجيش عاد منتصرا، هذا البطل الله الخلود، منذ احمس الاسره 18 الاسره الفرعونيه حتى الان، الفنان له دور.
إذا كان هناك شواذ للقاعدة، لأن القاعدة أن الفنان، الفن والفنانون جزء من القوة الناعمة المصرية، ويجب أن نحترمها وأن نقدرها، ويجب أن نلوم على من يستحق اللوم، ويجب أن نعاقب من يستحق العقاب، لكن يجب أن لا نعمم تعميم أن الفنانين كلهم كذا، هذا خطأ وهذا يفسد كل القضايا. يجب أن لا نعمم، يجب أن نقف أمام الفن المصري كقوة ناعمة. نحن تراجعنا عندما تراجعت القوى عوامل روابط القوى الناعمه المصريه. طيب دكتور محمود عطيه، خليني انت، ايه اللي استدعاك تقدم بيانا عاجلا تضمنه قضايا مختلفه لكن على راسها سفر الفنانين تحديدا؟ ليه انت بس اديته خمس دقايق بيتكلم لوحده؟ سيبنا نتكلم. بس خليني يعني في القضيه، في القضيه يعني لو اتكلمت فيه مشاكل مختلفه. ده شباب يا دكتور معلش. لا كويس، انا مش ممانع بس عشان ما يبقاش فيه برضه اصل هو يعني طيب. ما نكملش الفكره في عمق القضيه نفسها، لان المشاكل الثانيه اصحابها مش موجودين واحنا نناقشها في توقيتات قادمه لما يعود بعضهم. هو انا كنائب عن الشعب المصري وجدت ان في حاله يعني يعني بعد ما حدث في روسيا واقاويل كتير جدا على السوشيال ميديا وفي القهاوي و فاستدعاني ان انا اكلم الناس، يعني ناس متضايقه في ايه، فناس كتير جدا متضايقه من تصرفات مثلا اتحاد الكوره، يعني مثلا بقول لك هم ليه سفروا فنانين، ما سفروش شباب، ما سفروش رؤساء بتاع طلبه في الجامعه، ما سفروش ناس متفوقه، ليه اصلا الفنانين كمان وافقوا ان هم يسافروا رغم ان هم عندهم ملايين الملايين عايزين يخدموا مصر على الجبهه زي ما بيقول، ما يروح على حسابهم ومش ناقصين فلوس، يعني لو كانوا بعتوا الشباب بطياره شارتر وقعدوا. طب يعني انت قضيتك ان الفنان في مناسبات من هذا النوع يروح تأخذ طابعا جماهيريا يعني بهذا الشكل؟ لا يجب ان يسافر مجانا او على حساب الدولة او على حساب الوقت اي شيء، الاول على حسابه الاول يعني اللي يسافر على يهدف على الاقل في الوقت الحالي اللي بتمر فيه في مصر كده في شكل ان مفيش نوع من العدالة الاجتماعية، ان هما بياخدوا اجور كبيره وان ما ينفعش ان احنا نلخبط كده الدنيا في بعضها نبقى مغالين بنزين ونطلع الدنيا كده، شكلها مش لطيف في الوقت الحالي، ممكن يكون في المجمل عادي، لكن اللي سفرهم يسال برضو. ممكن اقول لك حاجه؟ مجلس الشعب حضرتك عضو فيه وعضو محترم وانا بحترم الكلام، انتم احد اسباب القوانين اللي بتصدر ضد لو الشعب. لو سمحت هقول لك اهو، الاعلام المصري بيجيب بس حاجات معينه، احنا بنقدم طلبات احاطه وبنقدم خطه المنتج العقل على المواطن. لو سمحت إيه؟ ده استراتيجيه، دي استراتيجيه. لو سمحت الفنانين ايه على الشارع؟ لا حاجات كتير بقى. لو سمحت حاجات كتير. لو سمحت مش موضوع السلعه الوحيده التي يستطيع المصري ان يكتب عليها صنع في مصر الفن والابداع المصري بعيد كل انحاء العالم العربي. فالمصري ايه؟ فالمصري في ايه حاليا؟ ملايين الملايين الضرائب بتخش من انتاج الفن. لا 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 من الخطر، من الخطر يا جماعه ان انا اقول الكلام ده. شعر انت كمان، لانه يا استاذ احنا مش ضد الفنانين ولا ضد الفنانين. لا انتوا كده ضد الفنانين كده كلنا بنتكلم. لا طيب دكتور محمود بس كمل كده. طيب هنا حتى البعض بعت لي انه سافر معانا فن اعضاء مجلس نواب على حسابهم. ايوه لا على نفس الدعوه اللي كنا فيها. لا ما تقف انت بقى يا جماعه. لو سمحت لو سمحت في تحقيقي ده لو ثبت ده يسال تبقى مصيبه اكبر. لا ما هتبقى انت كمان لماذا لا تستفز؟ استفز يعني لماذا توجه سهام استفز؟ اقول لك بس ليه الهجوم على الفنانين؟ انا عندي بيان رسمي من رئيس مجلس الشعب نفى الكلام في 38 يا فندي. لو سمحت 150 نائب فرج عامر على حسابه وحر. لا يعني ادي يا فندي صفر 38 واحد صاحبه مصفره ومحدش دعوه برضه. لو على حسابه برضه لو على حساب يا فندي يا جماعه دي واحده بس دي واحده بس ما تصفرهم كلهم على حسب على حساب عادل امام مثلا ما فيش مشكله. لو يا استاذ الدكتور محمود خليني بس اقول لو خدنا بمبدا في مناسبات من هذا النوع يعني وجماهيريه لا بهذا الشكل والناس عندها احلام كل الناس بيبقى عندها احلام يا فندم باكد لك يا فندم باكد لك يبقى هنا تقول والله لا يجب الشخصيات القادره انها توافق مظبوط وعلى راسهم النواب. انا بقول لحضرتك على حسب البيان اللي جه من مجلس الشعب السيد الدكتور عبد العزيز قال بيان ان مفيش اي تكاليف حملها المجلس ولا غيره للنواب، ولكن في بعض الناس سافرت على حسابها وفي بعض الزملاء القادرين من النواب سفروا بعض زمالتهم على حسابهم وده عادي. المهم الدوله ما تحملتش حاجه وان نفقات على الشعب ما حصلتش حاجه ده ما تحملتش حاجه الفنانين. لو سمحت لا تحمل نفسه لو سمحت بزنس بتعمل لو سمحت. يا جماعه دي واحده يا جماعه. طيب هاخد استاذه منى من اسكندريه بسرعه يا جماعه ناخد تليفونات ونكمل معاكم. استاذه منى ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام ان من الجهتين، وانا كنت عايزه اعمل المداخله من وقت الاستاذه ماجده
أنا الحقيقة أول مرة في حياتي أشوفها. إن كانت هي أخطأت بالألفاظ فإحنا مش معيها في ده، ولكن إحنا متفقين تماما على إنه حكاية سفر الفنانين، سفر الفنانين يسافروا في الأوسكار، يسافروا في